صباح الخير، صباح الأمل في بكرة أحلى رغم كل حاجة ورغم أي حد. صباح الأمل في بكرة لمصر ولينا. الحقيقة أنا كنت جاية النهاردة في الحلقة دي وكان عندي نية أنه أتكلم في لحظات البداية في حياة كل إنسان، لكن بعد الأحداث اللي حصلت لقيت أنه لازم نتكلم عن لحظات النهاية في حياة اتنين من خيرة ولاد البلد دي. اتنين رجالة حقيقي راحوا عشان بس هما بيعملوا شغلهم، الشهيد النقيب أيمن حاتم والشهيد محمد وهبة. كلنا طبعا عرفنا أنه امبارح الساعة 12 بالليل تقريبا كانوا ماشيين في كمين متحرك على الطريق الدائري، وفجأة طلع عليهم عناصر مسلحة قتلوهم هما، وطبعا في مجموعة من المصابين. يعني سؤال بيطرح نفسه، الشهيد النقيب أيمن حاتم والشهيد محمد وهبة عملوا إيه؟ بس بيشوفوا شغلهم، نازلين من بيتهم مش عارفين هما راجعين إمتى، سايبين أهلهم أمهاتهم وزوجاتهم وولادهم بس عشان إحنا نعيش في أمان. يعني منتهى الإخلاص، منتهى الإيمان والقناعة بالمبادئ اللي هما ضحوا بحياتهم عشانها. طبعا كلنا موجوعين زي ما بنتوجع في كل حادثة بتحصل، ده مش إحساس جديد علينا، لكن الأكيد إنه مش هننكسر، محدش هيحس بالكسرة لأن البلد دي لازم تعيش. هنتكلم طبعا في الحادثة كلها وبتفاصيلها لكن بعد أهم الأخبار. الإرهاب يحصد 3 شهداء جدد من رجال الشرطة، وقوات الأمن تواصل جهودها للقبض على مستهدفي الكمين. رئيس الوزراء يتصل بوزير الداخلية لمتابعة جهود ضبط منفذي هجوم مدينة نصر. نادي القضاء، تأجيل الجمعية العمومية لبحث الرد على إصدار قانون الهيئات القضائية إلى أجل غير مسمى. البرلمان يناقش اليوم مشروع قانون الاستثمار في الجلسة العامة. اليوم رئيس الوزراء يناقش استراتيجية مصر 2030 مع وزيرة التخطيط. وزير الصحة يوجه التفتيش الصيدلي بمراقبة سحب الأدوية منتهية الصلاحية. الأنفاق تسلم اليوم أصحاب محلات ماسبيرو تعويضاتهم لإنشاء محطة المترو. التموين، بدء توريد سلع شهر مايو المدعمة للبقالين تمهيداً لصرفها للمواطنين. مؤسسة الحج تمد مهلة سداد الرسوم حتى 11 مايو المقبل.